بالغرفه نفس الباب ما خدناش طلع معي اول شيء انا عشان ارجع لك موضوع انتهينا في الكلوجر وحكينا هذا الشيء على نقطتين equivalence relation وبارشل اوردر. هذول قلنا لك equivalence relation اذا كانت الريليشن فيها ثلاث شغلات، اذا كانت reflexive symmetric anti-symmetric طب نسميها equivalence relation بس فيش شيء جديد يعني. والبارشل اوردر بتكون ايش؟ reflexive anti-symmetric وtransitive اللي توفر فيها الثلاثه هذول بنسميها partial order. بتعرف الفرق بين هذه وهذول اللي قبل يعني بين partial order والequivalence هذيك في الانتي symmetric وهذه تعريف الفانكشن definition انتبه معي. طبعا هذا برضه له دعوه ما بين two relation واحنا خدنا عمليات على two relation الاتحاد بين تور التقاطع حتى الكومبوزايت اللي اخذته كنظام ماتريس الموضوع شرحته من شوية في غموض بس انا نزلت توضيحي مع المجموع. بقول لي الان تعريف الفانكشن given two sets A و B. طبعا الريليشن احنا بنعرف من وين؟ من A ل B صح؟ هي مش الاولى. احنا هنقول على هنا هذا الريليشن هتاخذ صفة انها تكون function. شوف هتاخذ صفة انها تكون function في حالة انه اذا كان every element انا جايبه اذا كل element من A has one and only one image في B. نعطي مثال يعني مثال هنا نقول مثلا IA سوري هات نسميها IA تعطينا A و B و C هاي المجموعة الأولى خلاص. المجموعة الثانية اللي هي B 1 2 3 4 فرضا خلاص. تقول لي أنا إذا كانت R رسمناها زي هيك فرضا 1 و2 و B و4 و C و2 لا C و3 فرضا بنقول على الريليشن هاي انها ايه؟ فانكشن. ليش؟ لانه كل اليمنت هاي 1 2 3 كان لي بالمقابل من بي، لاحظ هاي موجودين الاي وايشي، البي وايشي والسي وايشي. لكن لو انشالت السي من هان بنقول لك لا بطل اسمه هذا ايه؟ فانكشن. اعيد كمان مره بعد المثال هذا، بقول لي هان اني جيفن تو سيتس اي وبي. الريليشن العلاقه من A ل B معنا خدناها الريليشن هاي العلاقه من A ل B حنقول عنها انها حتصير فانكشن متى اذا كان كل الاليمنت من A كل الاليمنت من هدول has one and only one image. انا طبعا بهاي فيش في الست بي. شوف انا اوضح لك بالاول ايش يعني ليش مصر على موضوع one and only one اجاب اثنين. خلينا نوضح حال اول شيء هذا فانكشن لا. طيب لو ضفنا الان هاي سي هو واحد فرضا هاي فانكشن هاي فانكشن بقول لي هنا طيب ماشي لو ضفنا اي هو واحد هذا فانكشن لا لانه هنا اي اخذت اكثر من 1 ايمج. اعطيك مثال كنا ناخذ احنا في عالم الفانكشن ذاكرين في الرياضيات هاي محور اكس وهاي واي صح؟ لما كنا نعمل زي هيك كنت بتقول لي هذا فانكشن ليش؟ لانه كل فاليو من X ليها ايش؟ صورة في Y كل قطعة منها لكن لو هذا شايف ما لهاش قيمة
هاي شغله. الحالة الثانية اللي بتكونش هاي فانكشن زي لما نكون هيك، أو نخليها هاي مثال ثاني هنا هيك، لما بتكون زي هيك لاحظ القيمة اللي هي أخذتها كم قيمة لها؟ واحد ثلاثة اثنين، يعني أكثر من قيمة، وبالتالي هي نوت فانكشن. هذا المثال اللي احنا بنوضحه هذا، إنه لاحظ مع كل فاليو من، يعني كل إلمنت من A لازم يكون لي فقط إلمنت واحد من B. واضح؟ إنه يكون زيادة، يعني هاي A لها قيمتين زي المثال اللي هذا، هذا القيمة لها أكثر من قيمة، هذا نوت فانكشن. واضح؟ الشغله الثانية إنه لا، لو هذا المحل الكولوم المحل زي هيك برضه هذا مش فانكشن، لأنه في عندي سي ملهاش إيمج زي المثال اللي هاد، هاي في مهان ملهاش إيمج. فاهم علي؟ نفس الفكرة هاي. نعطي مثال، معطينا هاي مجموعة A B C D، مجموعة B طبعا أسماء أمان، أنا كتبت الأسماء هنود على فكرة، فقلتهم زي ما هو يعني مش تقدر تفهم. فبقول لي هذا، لاحظ معي لما نرسم ذاكرنا كنا نرسم ليش دحين زي هيك صح؟ هاي المجموعة A زي هيك ونكتب الإيلمنت تاعينا، وهذا المجموعة B نكتب الإيلمنت تاعينا، ونوصل حسب إيش؟ حسب الريليشن. طبعا هو رسم لي إياها مباشرة، مش كاتب لي مين الريليشن عشان أعملها، رسم لي إياها مباشرة. فبقول لي هان، هل هذه الريليشن حتكون فانكشن؟ حتقول لي نعم. ليش؟ لأنه كل عنصر من A ليش؟ لإيمج واحدة فقط من B. لكن هذا بقول لي لا. ليش؟ لأنه هذا البي صار لها أكثر من قيمة، أكثر من إيمج، طبعا لا يجوز. زي المثال اللي رسمناها لما بكون إيش؟ إكس لها أكثر من قيمة، واضح؟ واخر واحدة انا برضو هذا لا. ليش انا لا؟ بسبب ايه؟ السبب الاول انه انا ايه ليها قلت هذا ملهاش، والله يتنافى. واضح؟ واضح هذول؟ كان شوف ترمينولوجي مصطلحات. اول شيء لما نيجي نقول احنا الفانكشن، لاحظ كيف بيرزمون نفس الشيء ده ريليشن. لما احنا كنا كتبنا الار، قلنا الار زي هيك من ايه، ونحط سهم نقول ايه بي، لانه الريليشن برضو لها اتجاه من الى، صح؟ والفانكشن نفس الشيء، فانكشن برضو من ايه لبي. شو الاختلاف بين هاي وهاي؟ شو الاختلاف؟ طبعا هذه الفانكشن هي حالة خاصة من الريليشن، متى؟ لما بتكون كل عناصر ايه ليها ايمج من بي. واضح؟ طيب فبقول لي انا في الحاله هاي، احنا طبعا شفنا قول الاي، هنا هاي شايف انا من رايح من اي لبي، من اي لبي هاي هان اي اللي هان، ايش اسمها؟ بنسميها الدومين. شو بنسميها؟ بتحفظوا المصطلحات تبعها. والبي اللي رايحين عليها الاتجاه عليها حنسميها ايش؟ كو دومين. كو دومين خلاص. العناصر بي اللي ينتموا لمين؟ ينتموا لهاي، بنسميهم ايه؟ ايمج. والعناصر A اللي ينتموا لكابيتال A بنسميهم بري ايمج. تعال الوضع، يعني مثال احنا عندنا لما قلنا نقول مثلا هاي A بتساوي مثلا A B C برضك، وهذا B بتساوي 1 2 3 4 خلاص. طبعا الريليشن هان سمينا هاي A 1 مثلا B و3 سي واربعة خلاص زي هيك. السؤال هنا، هل هذا الريليشن فانكشن؟ هتقول لي نعم هذا فانكشن. اذا هذا فانكشن انا اطلع اول شيء، هل لما كنا نرسمهم زي هيك كنا رسمنا هنا A وB وC صح؟ وهذا سميناها المجموعة A، وبعدين جينا هنا حطينا رسمنا مين؟ 1 2 3 4 هم مين؟ ممتاز. لا نجي نطلع بنقول لك الA هنا هذا اسمها ايه؟ دومين. اسمها ايه؟ هذا اسمها كو دومين. العنصر اللي هنا، العنصر اللي هنا اسمه ايه؟ ايمج. هذا هيك بنسميه هنا ايه؟ ايمج. واللي هنا بنسميهم ايه؟ بري ايمج. وضحت هيك؟ فلما كنت اقول لك في التعريف انه كل عنصر من الدومين، طلعت في التعريف صار كل عنصر من الدومين لازم يكون لي ايمج من وين؟
من الدومين واضح الوضع المصطلحات. هاي مثال معطيني ريليشن اس من الست دي الى الست سي بنفس الفكره 1 2 3 4 رايح لاي بي سي. فمعرف لي هذا اس انا جاي لطلع 1 واي 2 وسي 3 ودي 4 بي. السؤال هنا هل اس فانكشن؟ هل اس فانكشن؟ هل اس فانكشن حنطلع مين؟ على عناصر تعال دي اللي هم هاي 1 و2 و3 و4 هل هذول ليهم ايمج في السي؟ بنطلع هان 1 الها واثنين إلها وثلاثة إلها يعني كلهم منهم. فبالتالي هي فانكشن. يبقى أس هنا يس هنا فانكشن. إف سو إذا كانت فانكشن حدد لي شو الدومين وإيش الكودومين وإيش الإيمج وإيش البري إيمج. تعال نطلع أنا شو قلنا إحنا الدومين؟ الدومين هو الدي والكودومين مين؟ السي. طب العناصر واحد واثنين وثلاثة وأربعة إيش اسمهم؟ بري إيمج. بري إيمج هذول اسمهم إيمج. واضح؟ طبعا هم هنا نفصل زي المثال لما نجي نطلع هذه الاثنين هنا عباره عن ايش؟ هذه بري ايمج صح؟ ايش الايمج تاعتها؟ مين؟ سي. نجي على الثلاثه هذه بري ايمج شو الايمج تاعتها؟ هتقول لي دي. فاهم كيف؟ نفس الفكرة هان بس بدل ما هو هاي رسمها زي ما اكتشف ايش الدومين؟ موضوع سهل. طيب الان الفانكشنز اللي عندنا ثلاث انواع. النوع الاول بنسميه 1 to 1 function. احنا لو بدينا الموضوع من اول عشان احنا صار هيك مواضيع كتير فما يصيرش تشتيت عندنا. احنا اول ما بدينا في المجموعه صح؟ وشفنا اذا لما يكون عندنا مجموعتين ممكن يكون بينهم علاقه. هو العلاقه كيف بتصير؟ بين الالمنت تاعين المجموعتين وين دخلنا احنا على يعني بدينا من الست رحنا على مين؟ على هيك الترتيب على الريليشن. الريليشن بتكون بين تو ست او عن مجموعه نفس. قلنا هنا هذا الريليشن في لها مواصفات. ايش النوع الاول سميناه؟ ريفلكسيف سيماتريك ترانزيت. الحين من هاي طالع نوع معين بنسميه فانكشن وهي حاله خاصه من الريليشن صح ولا لا؟ بالترتيب الفانكشن هذا برضه ايش؟ ليه ثلاث انواع. هاي بنسميه وكلو 1 تو 1 زي ما عم نشوف واخر واحد اللي بنسميه بيجتر اللي هم 1 to 1 and 1. فلاحظ معي كيف الترتيب. فالفانكشن هو حالة خاصة بالريليشن نوع معين. طبعا هو مش تابع الخصائص هو حالة معينة. طيب نشوف مع بعض أول نوع اللي احنا بنسميه 1 to 1 function. 1 to 1 function احنا طبعا بعد ما أخذنا فكرة عن المصطلحات اللي هو يعني كلمة هاي بشوف كلمة كودومين وبشوف كلمة ايش؟ بري ايمج يعني المفروض اللي أنا أقدر أفهم ايش بتحكي هذا. فجايين لي انا a function هذا النوع تاعه حيكون 1 to 1 function اسمها 1 to 1 function او بنسميها انا injective يعني بعض كتب بيحكوا اما عنه injective او بسموه 1 to 1 لكن 1 to 1 مش الاثنين نفس الشيء اما بنسميه 1 to 1 او بنسميه injective. اف هذه اف هذه اف معناها I have اف and only if يعني اذا وفقط اذا يعني محدود الموضوع اذا كان كل اليمنت اذا كان افري اليمنت من مين؟ من الكودومين. وين الكودومين هنا؟ بالضبط انساه هذا الكودومين وهذا اسمه ايه؟ دومين. هذا اسمهم ايمج وهذا اسمهم ايمج. واضح؟ نرجع التعريف تقول لي اذا كان كل اليمنت من مين؟ من الكودومين. كل اليمنت من هذول يعني يكون له اتموست على الاكثر 1 بري ايمج على الاكثر تكون
إله جاي عليه على الأكثر واحد فري إيمج، ما هو واحد أو صفر. فاهم علي؟ يعني لما أقول لك أنا بالكثير أعطيك مثلا شيكل، بالكثير على الأكثر يعني أعطيك شيكل أو ما أعطيك كاش، صح؟ لكن لما أقول لك على الأقل شيكل 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 فما فوق. فاهم علي؟ فأنا بقول لك نص أنا على الأكثر حيكون لي هو الإيمج. نيجي نطلعها في المثال اللي هذا، نطلع على الإيلمنت تعين مين؟ تعين الكودومين. نطلع على الإيلمنت اللي هان، كل إيلمنت من هدول لازم على الأكثر يكون جاي سهم واحد أو يكون لي فقط واحد بري إيمج. نطلع هذا يتنافى، هل هذا يتعارض إنها تخليها 1 تو 1؟ لا، هذا يتعارض؟ لا يتعارض. لما أقول لك على الأكثر يعني هان على الأكثر يعني يا بيجيها سهم يا بيجيها، إنما يجيها أكثر من سهم هذا لا، هذا خلل. فاهم علي ايش معنى اتموس؟ كمان مره تعريف فاهم، بقول لي احنا هنسميها انجكتيف او 1 تو 1 فانكشن لما يكون كل اليمنت من الكودومين الو هاز اتموس والبري ايمجز هايهم. فباجي بطلع هل هذا الو اتموس 1 بري ايمج؟ شو يعني اتموس 1 بري ايمج؟ يعني يا وحدي او ما فيش. فاهم علي؟ يعني يا جاي سهم يا ما فيش. فبالتالي هذا في الحالة هاي هذا المثال اللي هنا أو هذا الفانكشن بنسميه 1 to 1 فانكشن. لكن هنا بقول لي لا، إيش اللي خلاه هنا not 1 to 1 فانكشن؟ هو مين؟ هنا الاثنين نعم صارت لا مخدش مش أتموس واحد وبالعكس أكثر. فاهم علي؟ هذا اللي عملت إشكالية هنا، هذا اللي خلت الفانكشن not 1 to 1 فانكشن. فاهم وصل قدام؟ نرجع كمان مرة all to function العكس ايش بقول لي هان؟ الافنكشن الافنكشن ايه هنسميه on to او بنسميه برضه نفس الشيء surjective. يعني في عنا اليوم ثلاث كلمات injective surjective وbijective هنشوفهم مع بعض، يا on to يا بنحكي هاد يا بنحكي هاد. متى؟ إذا كان كمان مرة نفس الشيء، إذا every element، إذا كل element من مين؟ من الكودومين. وين الكودومين؟ حيو هذا إيش؟ at least على الأقل one pre image على الأقل. يعني يا واحد بس هنا بنفع ولا بنفعش؟ بنفع لأنه إحنا هذا في الحالة اللي فرض كانت بنفعش، بس هاي بقول لي على الأكثر يعني إيش مقصود على الأقل؟ شنو على الأقل؟ واحد يعني طب فرضا لو كان لغينا هذا هيك وحطينا برضه هنا بنفع ولا بنفعش؟ بنفع لأنه جايب لي على الأقل واحد يعني واحد اثنين ثلاثة قد ما بدك. واحد لا ملوش دعوة فاضي يكون من هان، ما بنفعش يصير فانكشن. لكن في الحالة هذه هأطلع إيش بقول لي هان؟ أنا ما نفعش معي نعم نعم كفانكشن أنا بعرف. لا مظبوط كلامك صح. لا تيجي بس شو تحكوا انت مسحت هذه صار واحد فاضي سوري صح بس هو بقول لي نعم انا مسحتها بنفعش لو كان عنده عنصر ثاني وحطيناها هي بنفع صح هيك احنا تمام مظبوط كلامك. يعني معناته كلام انه هاي ممكن يكون ليها اكثر من واحد او اثنين او ثلاثه. لكن انا هذا صارت عندي not onto function، شو اللي خلاها not onto function؟ وجود الاربعه لانه انت بتقول لي على الاقل لازم يكون لي واحد بري ايمج على الاقل، بشوف انا ايش ما فيش، فبالتالي هذا صارت ايش؟ not. هل هذا 1 to 1 function؟ لا ليش بتنيه؟ برضه نفس الشيء هذا ما ينفعش تكون 1 to 1 function. المثال اللي قبله وجود الخلل وين؟ لأن ال 1 to 1 function هو بيقول لي يا سهم واحد يا ما فيش. لكن هذا ال on to function يعني يا سهم واحد فأكثر. واضح؟ فيش تكتب إنه طبعا شامل الاثنين. بقول لك هان إنه يعني هذه الحالة بتكون 1 to 1 ونفس الشيء تكون عندنا ايه؟ on to. فقال لي هنا every element بنسميه bijective او 1 to 1 every element من وين؟ من الكودومين من هذول has exactly بالضبط ايه؟ one pre-image ولا بقول لي at most ولا بقول لي at least لازم يكون ايش؟ واحدة بالضبط. فلنطلع هان فيش لنا مشكلة. واضح؟ هذا بنسميه bijective. تعال نطلع على الامثله هذه.
لشنو طلع هذا؟ هل هذا فانكشن أول شيء؟ هل هذا فانكشن؟ ليش فانكشن؟ لأنه كل إيمج إلها إيمج صح؟ فانكشن أول شيء. طب إذا كان فانكشن أول شيء نبدأ هل هو 1 to 1 فانكشن؟ لا مش 1 to 1 فانكشن. شو اللي خلاها نط 1 to 1 فانكشن؟ هو العنصر اللي هذا صح؟ هذا خلاها نط 1 to 1 فانكشن. هل هو اون تو فانكشن؟ نعم مش مشكلة لأنه حتى هذا مش مشكلة عندنا اللي يكون